وبركاته. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم تنزيله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله بعثه على فترة من الرسل فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى هذا السيد السند العظيم محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي عن أصحابه الغر المحجلين ورحم التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. وأوصيكم أن تستعدوا لهذه الدار المقر، فالدنيا دار ممر، وعدوا لذلك اليوم الذي ننتظره جميعا، نجعله جل جلاله أن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه. أيها المسلمون والمسلمات، إن موضوع خطبة اليوم شيء نعرفه جميعا، وهو حق الأوطان علينا نحن المواطنين أو نحن المقيمين في أي بقعة، في أي أرض من أرض الله.
العالم كله ملك لله، والأرض أرض الله، ليست ملكا لأحد. فلذلك أينما استقر بك المقام فذاك بلدك وذاك وطنك. أنت مأمور ومدعو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي نظر إلى مكة المكرمة متأسفا حزينا، والله إنك لأحب البلاد إلي، والله إنك لأحب البلاد إلي، والله إنك لأحب البلاد إلي، لولا أن قومك يخرجوني ما خرجت أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث يدفعنا أن نتأكد أن المواطنة، أن البلدة التي اتخذتها وطنا لك، لهذه البلدة حقوق عليك وواجبات تجاهها. لهذه البلدة، لك في هذه البلدة حقوق وعليك واجبات. من أهم ما في هذه أن تحبها، وحبك لها أن تلتزم بقوانينها وأن تلتزم بمشتشريعاتها. وإن كان لك خلاف في تشريع من تشريعاتها، هنالك سبل متوفرة للتعبير عن الاحتجاج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: عليكم بالرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خرج من شيء إلا شانه. يدفعك أن تتخذ بالوسائل التي تعرف اليوم بالوسائل السلمية، لكي تعيد حقوقك ولكي تصحح الأوضاع. وقد كان منهجه صلى الله عليه وسلم سلما وسلميا، لم يحملوا سلاحا، ليس منا من حمل السلاح، لم يخرجوا بعنف، ليس منا المعنيف، لم يكونوا لحانا ولم يكن سبابا، لكنه كان رفيقا وكان رؤوفا وكان بالمؤمنين رحيما. هذا النبي في سنته، في أخلاقه، في تصرفاته، ما يمكننا أن نغير العالم من حولنا، وأن نجعل العدو صديقا، وأن نجعل الحسود حبوبا، وأن نجعل البعيد قريبا، وأن نجعل ممن لا يريد أن يسمع منا من أخلاقنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم خلقا. وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، أن أكون مواطنا وأكون في الوقت نفسه مسلما. هذان أمران لا يتعارضان ولا يتناقضان ولا يتنافيان، بل يتكاملان ويتناضعان ويتأزران. أن تكون بريطانيا وتكون مسلما، نعم نريدك أن تكون بريطانيا وتكون مسلما، تحافظ على هويتك، تحافظ على أصول دينك، وتحافظ على بلدك الذي جعلك الله عز وجل واحدا منها. فالأرض أرض الله، الأرض أرض الله، الأرض أرض الله، ليست أرضا لأحد، إنها خلق الله عز وجل، وخلقها فمن استقر بها وأقر بها وجب عليه حقوق على هذه الأرض التي يقتنها، أن يحافظ على أمنها، وأن يحافظ على رخائها، وأن يحافظ على استقامتها، على أسسها، وأن يحرص عليها حرصة، لأنها بلده، لأنها موطنه، لأنها بلد أبنائه وبناته، لأن بلد إخوانه وأخواته، لأن هذه أرض من أرض الله الذي أمر الله عز وجل أن يحفظ عليها وأن يعمل من أجل إصلاحها. فليس من الإسلام في شيء أن يعتقد معتقد، أن يعتقد مسلم أن الأرض في أي بقعة أخرى ليست أرضا له، بل لا، أينما قر به المقام واستطاب له المقام كان ذلك عرضا، ووجب عليه ما يجب على من يسكن في هذه الأرض. أيها المسلمون، إن هنالك خلطا وهنالك خطأ كبيرا، من يعتقد أن أرضا ما ليست من أرض الإسلام، من يعتقد
أن بلدا بعينه يجب أن يكون أن الإسلام ينحصر في ذاك. لا، الإسلام أكبر من أن ينحصر في بلد، من أن ينحصر في بقعة، من أن ينحصر في إقليم، من أن ينحصر في قارة. الإسلام دين عام، دين العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمون في كل مكان، عالم هنا وعالم هناك، هذه كلها أرض الله جل جلاله. فاتقوا الله عز وجل، ولا تتحيروا ولا تختلفوا ولا تيأسوا ولا تستحوا، ولا يصيبنكم خوف أن تقول إنني بريطاني مسلم، بل يجب أن تكون معتزا بهذا الانتماء إلى هذا الوطن الذي وفر لك ما تحتاج إليه من العيش الكريم ومن فرص العمل ومن الرعاية الصحية ومن الأمن ومن المحافظة. واجبك تجاهها أن تقابل ذلك بالإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي إحسان من وفر لك الأمن؟ أي إحسان ترد به من وفر لك الأكل الحلال؟ أي إحسان ترد به من مكنك ومكن أسرتك لكي تعيش في أمن وأمان وفي هناء ورخاء؟ أي أمن أو أي إحسان أكبر من أن تخلص لله عز وجل؟ ليس هنالك تعارض، وحاشا أن يكون هنالك تعارض بين أكون مسلما وأكون منتميا. نحن أمرنا أن نصلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل صلاتي أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة وصلاة الله عز وجل هي كلها صلوات، ولكنها تختلف باختلاف الشخص الذي يصلي؟ أن أحب الوطن كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبشة، كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر وكنانة وغيرها، كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الدول أن نحب أحب الشام وحب هذه الدول كلها، يؤكد أن الأرض أرض الله، وأن المسلم يجب عليه أن يكون نموذجا في الصدق، نموذجا في الجد، نموذجا في العمل، نموذجا في الاستقامة. المسلم يجب أن يخجل من السرقة والكذب والخش والخيانة والرشوة. المسلم يجب أن يخجل من ارتكاب المخالفات والمنهيات والمبيقات. يجب أن يخجل من البطل، من العطالة ومن الكسل. يجب أن يخجل من الفقر. يجب أن يعمل ما يستطيع، لأن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من أكل يده. وإن النبي الله سيدنا نوح كان يأكل من أكل يده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لأن المؤمن القوي هو الذي يحتاجه الإسلام، وهو الذي يبني البلاد، وهو الذي يحفظ الحدود، وهو الذي يحرس على الحرمات، وهو الذي يحفظ الأسر. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابه الغر الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Brothers and sisters, today I just want to share with you something which is known to you and known to everybody in this holy place, in the mosque. We talk about citizenship. Is Islam asking the Muslim, has specified there is only one country, one city, which is yours? Or Islam wants you, wherever you are, or wherever you will be, wherever you were born, wherever you will be having your life, this is your country.
you are sitting, you are living in this place. Being Muslim has no contradiction of having a citizenship of whoever in the world. Indeed, Islam wants you to be proud of your citizenship. Islam wants you to prove that Islam is about the openness. Islam wants you to prove that you're a good citizen. You are a type of person who believe that Allah subhanahu wa ta'ala has created us from one single man. And he made us in tribes, into peoples. This is the wills of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not my choice. Was not easily decided by me, even by my parents. I was born in the UK. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala wanted to be. And I'm in charge, and I will be responsible tomorrow if I am not respectful to the rules and regulations of whatever I'm saying. الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. You must obey that Allah subhanahu wa ta'ala. Obey Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and those people Allah has entrusted them to be in charge of you, to provide you with the security, to provide you with the opportunity, to give you whatever you should be doing is there. Do not think this is the country of Muslims. Muslims, wherever they are in India, they are in Pakistan, they are in Australia, they are in the States, they are in the UK. They are citizens, they are Muslims, they should be example. They should bring about the Islam, about the kindness of Islam, about the seriousness of Islam, about showing through the actions, their deeds, what it's Islam is about. It's not about the violence, nor it is about hatred, nor it is about laziness. It is about the productivity. It is about proving to the world when Islam, you talk about the productivity, you talk about work. Muslims have been called upon, قُلْ عِئِمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولًا. You must walk. You must wake up in the morning. You must be like these birds. يَرُوحُ خِمَاسًا وَيَرُوحُ بِطَانًا. You could see the bird from the morning. They will move from where they are. And then they will come back. While they are going, it's in an empty stomach. But they are coming back full stomach. Meaning has nothing to do with Islam. When you stay, you don't want to walk. You don't want to get half dignity for your life. Islam does not want you to be spending all your times, all your days in a mosque, in any places. Be in your office, be in your factories, be in wherever you are. And that Allah subhanahu wa ta'ala wants you to prove, to bless, wants you to thank him through what we do call it today, to be a good citizen. The good citizen, the citizenship for Islam has no that limit. As some people might be thinking or be shying to say, I'm from this. You are, and you must accept that you are. You are from that place because this is the place which has given you what you needed. You needed education has given you. You needed protection has given you. You needed the security has given you. You needed to have the health has given you. You must be grateful and thankful. The gratefulness and thankfulness for that, you will only know it when you look around you. People who are today, who do not know where to sleep and what to eat and how to get their life. Once you have been provided with all these things, your kindness, your thankfulness and gratefulness to Allah subhanahu wa ta'ala will be to take care of this country. Make sure you will show and prove that Islam is about compassion. Islam is about hardworking. Islam is about love. Islam is about friendship. Islam is about the brotherhood, human fraternity. Islam is about acceptance of differences. Islam is not only a single country where every single human being must be Muslim. Though Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina,
He was leaving the Jews with the Christians living in Najran, and he accepted and respected. That's why when you talk about Islamophobia today, we feel shame, because the history has shown that anything to be hidden has nothing, one Muslim should be ashamed of it. Everything has been exposed, it's been told us, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you know every single aspect of his life. You know how he was eating, he was sleeping, he was even having his marital relations. Everything has been told, it's been exposed. You do not need to insult this prophet. He is a kind person. This prophet, you do not need to be against. He is a lover. And he is a type who has been looking at the Jews, at the Christians. Musa Akhi, Isa Akhi, Yunus Akhi. He believed in this fraternity. Love is the principles of this prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Never hit a child, nor hit a wife, nor even fear. Kind in the neighborhood. Kind, an example in hardworking, and kind of being the honesty. And all these principles, you see, when you see somebody is criticizing or is insulting this prophet, you do not need to be offended physically. You must have in your heart, you do not like it, but you have a duty. Your duty is not to be, to have a reaction. As he said, every reaction is bad than the action itself. Your duty is to show, to intrude the prophet. People to say whatever they want to say or to do something which is not. Once they get to know these prophets, it's your duty. If you find the people are keep talking about the prophet and you still continue and you would think that people will change their mind until you don't change your methods, you change your way, you don't change to say what they say. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has gone through all kinds of humiliations that you might be have in your mind. He was beaten, he was insulted, he was even kicked off from his hometown, the Mecca. But he never reacted other way around. You know, well, when he came back from Mecca, from Medina, on the 8th of Zulhijjah, on the 8th of Hijrah, all those people who hated him, who beat him, who did all kinds of evil things to him, اذهبوا فأنتم طلقاء, showing them the mercy of Islam. And then through the mercy, people will come and people will get to know this prophet. It is a duty. We hate some, anybody will hate any human, any decent human being who will be hating any decent human being. Do not talk about the prophets. All the prophets together, we have to be respectful to our, even our neighborhood. I cannot insult a small child because he's small, because I'm strong, or because I have access to microphone. I cannot do that one. It's not because I'm afraid of that boy, because I do respect myself. I have no reason to insult somebody who did not insult me. I have no reason to hate somebody who never hated me. I have no reason to go against somebody who did not do. I have a job to do. Who hate me? How can I turn him to be somebody who loves me? Believe me, you can do. Believe, you believe, then you can. Believe me, those enemies, those people who were not willing, who were not doing things there. You know the history of Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab, when he left his house, his sister came, he found his sister was reading some of the verses of the Quran, and the sister converted or reverted to Islam. And Sayyidina Umar ibn al-Khattab, he hit her. How can you get to go to this religion? And they say, why do you do to me? There is a man, and that man is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But let me just show you and prove to you what he is saying about.
He's calling upon us to be good neighborhood. He's calling upon us to not hit, do not cheat. He's calling upon us to strengthen the ties among the parents. He's calling upon us to not kill the girls. He's calling upon us to respect the woman. He's calling upon us to respect even our slaves. He wants us to be human beings. Is that what he wants? He does not want anything. He's not looking for money. He's not looking for anything. This is the one, the message. And it's read from the verses from the Quran. Omar has taken his sword. He wants going. He is going to kill Muhammad sallallahu alaihi wasallam today. After hearing these things, he came, he changed, because anything is a violence, has nothing to do with Islam, has nothing to do with any religion in the world. Do not kill the people in the name of religions. Not only in the name of Islam, not in the name of the Christianity, not in the name of the Judaism, even the Hinduism, all of this religion, do not kill somebody in their name. They never ask you to do so, because everybody wants you to be alive. There is ummatul ijaba or ummatul da'wah. There is ummah that one, Allah subhanahu wa ta'ala has guided them, and there are ummah that you must walk and make sure that they will come to Islam or they revert to Islam. And the Umar came and they met Prophet sallallahu alaihi wasallam. After being the most hated person, he was hateful. He does not want to hear about the Prophet. And after this one, Sayyidina Hamza was saying, Omar is coming, Muslims in the place, what we are going to do? So let him come. If he come, he is coming to fight, we are going to fight. We are going to defend our life. Because sometimes people have misunderstanding of Islam, of jihad and all the things. They put it offending the non-innocent people or killing innocent people in the name of religion. You are doing in the name of your crime, you are doing in the name of something has nothing to do with the religion. And Omar came and found that is Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Is the kindness, is the love that brought Sayyidina Omar. It's not the power. It's not because the Muslims wanted the things. It's that Islam who brought them. And you know well, I will end up with this. One of the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his name is Thumama bin Uthal. Thumama is the one who brought Islam to what we do call today a Najd area. That Thumama was the chief of Bani Hanifa. And one day, they captured him. He became like the war prisoner. They brought him to the mosque of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and said, no more, some companion, let us finish with him. He has killed so many Muslims, and are we going to finish him? Prophet sallallahu alaihi wasallam, no, this is not my way. No, this is not the way I do it. Give him food, give him drink, respect him, provide him with everything. One day, 2 days, 3 days, Thumama is still in the mosque. Day morning asked, would you accept the da'wah Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He said, no. You want to kill me, kill me. I'm never going to change my deed. 3 days, Prophet sallallahu alaihi wasallam let him go back to tell you everything, anything you call violence has nothing to do with the religion. The violence with the children, the violence with the women, the child violence, even with the animals, the violence with the environment, all of these things are against the teachings of Islam and the teachings of other religion. So Mama left after being captured, and he went back. He is going, never accepted to become Muslim. In the middle of the road, he came back, and he told, where is Muhammad? He says here, humble man, kind, respectful, merciful, very compassionate. He said, Muhammad, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Had accepted to change my religion under the capture, under this
situation, the people are saying, because I was afraid of being killed, then I accepted. No, it is because I have come to know what you call upon is true. You're not a guerrilla of war. You're not a winner. You're not declaring any victory upon the people. So brothers and sisters, these old things should teach us what? To be humble, to be peaceful, to be lovely one, to be kind, to be hardworking, to be excellent in anything we do. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. I believe in Allah, I must be excellent. In anything I do, I have to be excellent in this. To love my homeland, to love where people who have given me, to be thankful and grateful for the opportunities given to me. To be thankful and grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for enabling you to see what is happening around you. To be thankful and grateful to your parents. And the parents, they have obligation upon them. They will have to make sure that the children will be brought up in the manner that will hate the violence. They will hate phobias. They will hate cheating. They will hate laziness. They will hate backwardness. They will hate to be left behind. You must, if you want to install in them, inculcate in them anything, any hatred, let be hatred against the racism, hatred against the fanatism, extremism against the terrorism. Let them hate the violence. Let them love the kindness, love humanity, love people, neighborhood. Let them be respectful. This is what about Islam. So brothers and sisters, we have duties every single day. If Islam is misled, is misunderstood, it's not the fault of the people who do not understand it. It's your fault, my fault, that I couldn't present Islam the way it's supposed to be. As a teacher in the classroom, if all students fail, not all students are stupid, is that teacher is not doing his job. Because the message is supposed to go through, he couldn't make all are good. This teacher is not doing his job. He will make sure that the method of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did it. Ad-da'wa bil-hal wa laysa bil-maqal. You make call for the Islam through your actions, your honesty, your trustworthiness, your hard working, your love to the woman, love to the children, love to the environment, love your neighborhood, love to your country. As-salu Allah Azza wa Jal, an yuwafiqana wa iyaakum lima fihi salahu dina wa dunyana. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana, wa aslih lana akhiratana alati liha ma'aduna, wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wa jalil mawta rahatan lana min kulli shar. Allahumma inna nas'aluka fi hadha al-yawm al-mubarak, an tahfaz alayna dinana, وأن تحفظ علينا ديننا وأمننا. اللهم احفظنا واحفظ البلاد. اللهم اهدنا واهد الأمة الإسلامية إن شاء الله. اللهم نسألك باسمك الأعظم وبصفتك الذي إذا دعيت به أجبت أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك حبك وحب المساكين، وحب من يحبك وحب من يرضيك يا رب العالمين. احفظ علينا الأمن يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا تجعل لنا يا رب لما تحجرنا نخذوذ بك النغتال من تحت أرجلنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا،
اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا يا رب العالمين، نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تحفظنا وتحفظ هذه البلاد وأهلها. اللهم أديم عليهم الأمن والاستقرار، اللهم أديم عليهم الأمن والاستقرار وجميع بلاد المسلمين وجميع بلاد العالم. نعوذ بك من الحروب ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن كل ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح بين أخوينا، أصلح بيننا يا رب العالمين. نسألك يا الله يا رحمن هذا الدعاء ومنك الإجابة. يا الله يا رحمن يا رب العالمين، احفظ للمسلمين دينهم، اللهم احفظ لها المسلمين دينهم، ربي شبابهم، أصلح شبابهم وأصلح شاباتهم، حقق إيمانهم، حقق إيمانهم، خذ بأيديهم وردهم إليك ردا جميلا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، إنك نعم المولى ونعم النصير. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ربنا ويا رب كل شيء، يا إلهنا يا إله كل شيء، رفعنا إليك أيدينا فلا تردها خائبة خاسرة، فبحر جودك يروي كل من يرد. اللهم أوردنا الحوض، اللهم أوردنا الحوض، اللهم أوردنا الحوض، أوردنا الحوض يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزيدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها،
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.